اليوم عيد ميلادي، صدق نقول لكم فرحانة. جاب لي الوريضة، الوريضة ديال العاشورة وعيد ميلادي، وجاب لي الكادو، غادي نوريه لكم. أنا فرحانة. إيوا خوتي، مرحبا بكم عندنا في دارنا. جاب لي راجلي الكاميرا كاع ما كتساعد اخوتي، براسي تشد له هو حشمان، ديك النوع اللي كيحشم اخوتي كيحمر. قلتي لي قلتي تا تا وعدلت لك طرطا طرطا. قلتي لي اخوتي احسن زوجه الصراحه، الزوجه الصالحه والله العظيم، هذه بلا كاميرا بلا حتى شي حاجه. تخلي الوقت يسالي يا حبيب دارنا زعما بحال اللي اول مره كتدخلوا عندنا خوتي بلا بروتوكول. البروتوكول غادي بلا هدات بلا فهمت. خليو الكواليس كاملين حنايا اليوم. لا خوتي اسمعني دابا كيقول لي شنو غادي تقول، قلت له ما غنقول والو، غنوري المشاهدين ريكالو الدراجه ديالي اللي جاب لي. قدموا لك هذه هذه الورده الجميله الحمراء. وماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك سوف اقدم لك. شكرا شكرا يا زوجي العزيز. انتم اخوتي عطاني الوريضه. هذه الوريضه فيها جوج الحاجات، فيها اخوتي عاشوره وفيها عيد ميلاد ديالي. شتي الوريضه وانا ما جبتيني تاعها. شتي اخوتي هذه الوريضه هذه ما كتموتش، ديما كتبقى بالروح، غادي نخليها ذكرى. ماشي ديك الورده اللي كتذبل كاع ما كتذبل. سمعوا شنو قال لي. ما جبتي لي حتى شي حاجه. انا ما جبت لك حتى شي حاجه. بلاتي اخوتي بيني وبينك ما كتقولش عيد ميلاد حرام. عيد ميلاد حرام كنقول بالحق ها شي حاجه هيدا من مور عيد ميلاد بشي نهار ولا يومين. واخا اجي معدلت شي طرطه في العيد الكبير وقلتي لي انا ما خصنيش نحتفل بعيد ميلاد، وعدلت الطرطه خوتي وطلعتها معايا للجبل. هذيك الطرطه يعني طلعناها طلعتها للجبل يعني هذيك كليناها عرفتي حتى كليناها. وكليتوها كتسمى ديالك الحلاوه وكنتي العائله ديالك. المهم ما علينا. المهم اخوتي هو عطاني الوريضه. يلا شنو باقي؟ ماذا باقي؟ هذا جاب لي اخوتي بلاتي نشارك معاكم فتحت السعر اللي عطاني الله. شوفوا جاب لي اخوتي الشوكولات مسوس. ايوا دري يجيب. هانتوما الشوكولات، الشوكولات اخوتي دري يجيب. هانتوما تنوري لكم هو واعر ولكن اللي ما كاين اللي كتعجبو الحلاوه ما يقدرش يا خوتي ياكلو. حلو بزاف. لا اللي ما كاين اللي زعما كياكل الحلاوه ما يقدرش ياكل هذا مسوس. شوفوا عرفتوا واعر واعر معمر اخوتي باللوز، معمر معمر واعر. ما الا عجبني انا ما كناكلش يا خوتي الحلاوه، بقى على الريجيم يعني عجبني الصراحه. بديت فيه هذا هانتوما جاب لي هادشي، هذا فتحته كان عنده مغلف زعما. هاك الورده عاوتاني مرة اخوتي كيعطيني راجلي الوردة. يلا شنو اخر؟ ايوا هذا يلا وريكم. هادي ما عرفتش تزيدوها بزاف. هانتوما شنو جاب لي راجلي؟ الكاميرا كاع ما كتساعد اخوتي. براسلي، هانتوما براسلي. لا خصو يعدلوا لي ياك اخوتي، خصو يركبوا لي في يدي. ضروري خصك تركبوا لي في يدي. زرق عليا اخوتي وثاني ولا ما وثانيش الزريره، الزريره خشي بي اخوتي كي فتحها اخوتي. واحد المشكل كان وقع لنا في العرس مش هذيك السلسله ما عرفتش يفتحها ما عرفتش يشدها. لا تعملتينا جاب بنتينا الذهب حرام حرام ولا رجع اخوتي. ماشي الذهب لا ما نفخم عليكم، هذا غير الذهب ديال 14. لا 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 ما كنكذبش على المشاهد. هذه الساعة جاب لي في عيد الحب. ها هي ايوا هذه في عيد ميلاد. كان كيجيب لي اخوتي شحال هذه السيكان. هانتوما باش تعرفوا باش تعرفوا الرومانسي يا اخوتي في الحميمر. هانتوما شفتو كولانيا، وطلعوا لي في الراس كولانيا. الدنيا عندي عمرها كولانيا.
لا واعره واعره هاد الكولونيا هادي هانتوما تا تا وعدلت لك طرطا طرطا وتي ناخذ زحره مع ياسين هاتي جيب دوار 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 هانتوما خوتي هانتوما ليا والبنت هذاك راه نعلقو في الطوموبيل اه بصح بصح نعلقوها في الطوموبيل اخوتي هانتوما اللي تشوفوها في الطوموبيل عرفوها يعني تقولوا هذا ريكالو مريم بعيد ميلاد ديالها ها واعر ياك اخوتي هذا الطوموبيل ايوا هذه بارفان بغيتي اخوتي تكثر تجبد هانتوما بارفان واعر واعر الريحه ديالها بزاف زعما الصراحه شكرا يا زوجي العزيز هانت الصراحه مو هذيك شكرني شكرني باش يسمعوك الناس كتشكرني شكرا لا لا يا سيدي قل قل انا مراتي مزيانه الله يا خاي الله يا خاي الله عمرها سلعه وصلوا عندنا القناه احسن زوجه الصراحه الزوجه الصالحه وعادي ما دي بلا كاميرا بلا حتى شي حاجه كنقولها ماشي ليا كنقولها للناس في الغايب فهمتي اي برافو للناس فهمتي انا سبحان الله ربي الحبيب جابنا واحد بنت الناس قسما بالله الصراحه ما كاين حتى شي حاجه من هاد الكاميرا وهادشي دابا حشمانه خوتي حشمانه بالحق انا ما هذاك شكرني شكرني زيد شويه زيد شويه انا ما كاين حتى زيد شويه ولا مني سالم نجمع معاك خوتا تشاركوا في هذه القناة إن شاء الله زيدوا طلعوها راه باقا فهمتي في القاع مرة ما بغاتش تطلع إيوا فين ما بغاتش والناس عباين ما كتفعلهمش أنا خمسة شهور فعلت القناة أش كتقول؟ أنتو باقي خصك خمسة شهور فعلت القناة وعرفتي الناس عباين ما كتفعلهمش القناة أش كتقول؟ وأنا راني ماشية مزيانة إن شاء الله نلقاو شي دعم من شي قناة تدفع بينا القدام إن شاء الله يا ربي ايوا وحتى حنا ننتقلوا يا اخوتي شتي ياسين هذا الفيديو هذا ما كانش خصني نصوره هنايا خصني نصوره مع ديك الكوادرو الشاب ايوا ديك الساعه مع الكوادرو اللي لابسه هي انا ديك الساعه من الاخر معاه هانتوما لابسه الشويبي والزريره بلاتي باش نبان لهم شفتو لابسه الشويبي هانتوما والزريره مع هاد الديكور اخوتي هذا انا غادي نوريه لكم هذا هاتي غادي يجي المنظر واعر هكذا جا مزيون هاتين بعدا يلا اجي نعملو ختام نقولو لهم السلام عليكم يلا هاش يلا خوتي ما تنساوش ديرو لايك وتشتركو القناة وتفعلو الجرس باش يوصلكم الجديد كنبغيكم كاملين باي باي عليكم خليك لي ليا فالي ونطير معاك هلالي ما تخلي الوقت يسالي خليك لي ليا سالي وانطير معاك هلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا وملاك فانا شتاني في الرسانة كيف تقلب الحنانة يعني جمعت كلشي ثم التعريجه اللي شريت الكولوريت فيها شفتو فيها اللوينات يلا خوتي سال العام يماجي ان شاء الله باي باي عليكم يلا خوتي سال نهارنا هانتوما وريت لكم التعريجه ديالي كتشوفوا شوفوا فيها اللوينات واعره ايوا فرحوا اميره الشوشه ديالها طبعا الوريضه ما ننساهاش
شقشق 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 ضروري مخشقشق ضروري ضروري هو صافي بركة عمرها مبغاش يجي معانا ف يعني هادشي هذا واخا كدوز عاشورة قشا واش كيبقى وداكشي وزيد هو طلب واحد الحاجة كبيرة على هاد القشاوش هادو مهم ان شاء الله بغى البشكليطة كبيرة وبغى يدخل كاراتيه مهم قال لك انا ماشي باقي قد القشاوش يلا خوتي مهم باي باي عليكم عاشورة مباركة علينا وعليكم وشكرا لكم.